مش هنطلع نقول كذا وندعي طب رويده انا كنت بدي اسالك شغله بس هيك انه كانت مزعجه الخبريه، هل صحيح كان في انه في تعنيف كان شيء بالموضوع؟ ما ليك ما بدي احكي بهذا الموضوع لانه محامين بيقعدوا بيحكوا، انا ما لي بهالقصه حتى انا صار في تعنيف ولا لا عليك؟ ما بدي توصل الامور لهيدي القصه. طيب في كثير حكي كان جارح بحقي يعني كلام يعني مش انه كلام معنوي مش جسدي. لا ما بتوصل للمرحلة. أوكي لا هو شفتي بقى الناس بتنطر لحتى تزيد وتحط ملح وبهار. على كل حال الله يروق الأعصاب، أنا كتير بحبك رويدة وبتعرفي نحن كبرنامج بنحبك وإذاعة حبيبي. أنت تبي على حالك وضرب العصا ما يوجع. أكيد حبيبي. أنت تسلم لي بس هيك لسؤالك وسألت عني يعني بتفكرك والله حبيبتي رويدة عطية حياتي.